استكمالا لمناقشة أداء الحكومة وبرامجها خلال الفترة الماضية، عقد مجلس النواب جلسة عامة جديدة من أجل الوقوف على ما تم إنجازه مؤخرا، وانطلاقا من أهمية العمل في تحقيق أعلى معدلات إنتاج من شأنها الإسهام في تقدم الأمم، وإدراكا لأهمية تنمية العنصر البشري كإحدى ركائز نهضة الوطن، قدمت وزارة القوى العاملة برامج ومبادرات عدة أسهمت في توفير فرص عمل للشباب بالداخل، فضلا عن برامج استهدفت ربط العمالة المصرية بالخارج لتلبية احتياجاتهم، وهو ما استعرضه تفصيلا وزير القوى العاملة محمد صعفان خلال كلمته أمام مجلس النواب. ساعد التطوير التشريعي الذي قامت به الوزارة في تعزيز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية وعدم إدراجها على قائمة الحالات الفردية بمنظمة العمل الدولية، كما أن الامتثال لمعايير العمل الدولية يهيئ بيئة عمل جاذبة للاستثمار. المبادرات التي أطلقتها الوزارة، المبادرة الأولى مبادرة مصر بكم أجمل، وهي خاصة بأبنائنا من ذوي القدرات الخاصة لتدريب وتأهيل وتشغيل ذوي القدرات الخاصة، وذلك في أوائل عام 2018، وما زالت تستأنف تنفيذها بالمحافظات، وتم تنفيذ المرحلة الأولى في محافظات أسوان وأسيوط وبني سويف والإسكندرية والدقهلية والشرقية لتدريب 893 متدرب ومتدربة من خلال 18 برنامج، وتم توفير 622 فرصة عمل لذوي الإعاقة، فضلاً عن 270 مشروع صغير لهم. مبادرة مصر أمانة بين إيديك، والتي أطلقت في مايو 2017 لتوعية 1.1 مليون عامل في 65 ألف منشأة، فضلاً عن أطراف العمل والإنتاج بالمخاطر والمشاكل التي تحيط بالوطن وتأثيرها على علاقات العمل وعجلة الإنتاج. مبادرات خاصة بالسلامة والصحة المهنية، تم تنفيذ عدد 410 ورشة عمل توعوية، وبلغ عدد المستفيدين 30 ألف عامل ب 25 محافظة، وعقد 2000 ندوة تثقيفية، وبلغ عدد المستفيدين 75 ألف عامل بجميع المحافظات. مبادرة مستقبلك بين إيديك، تم تنفيذ 14 من خلال البروتوكولات مع الجامعات، وبلغ عدد المستفيدين من الطلبة الجامعات 8000 طالب بجامعات قناة السويس وعين شمس والزقازيق والإسكندرية والمنوفية والدقهلية وكفر الشيخ. جميع أعمال القوى العاملة بتتسم بالاستدامة. يعني إيه؟ يعني لو بنتكلم إحنا عملنا في التشغيل 2 مليون أو 3 مليون، لا ده بكرة كمان في عندي خريجين، والسنة اللي بعدها عندي خريجين، ففي دايما استدامة في عملية التشغيل. فإحنا الأمور دي بتخلينا إن إحنا بننظر إلى كافة أعمال الوزارة إن إحنا بنستهدف فيها دايما رؤية للتشغيل. رؤية التشغيل بتعتمد في البداية على تحول رقمي بتدعو إليه الدولة المصرية خلال الفترة الماضية. بالتأكيد أيضاً عشان نقدر نفكر في آليات جديدة للتشغيل تستوعب أعداد، الفكر الرئيسي النهاردة للجميع هو المشروعات الصغيرة والمتوسطة. طبعاً إحنا حريصين على أن يبقى في تعزيز الامتثال الكامل لمعايير العمل الدولية، لأن إحنا عارفين أن لما يبقى في نوع من أنواع المخالفات في هذه المعايير، ده بيعرض الاستثمار في البلد، وبيعرض مصر أحياناً إلى قرارات اقتصادية من الخارج، فده إحنا حريصين كل الحرص عليه، وده بالتأكيد بنشتغله مع مجلس النواب الموقر. يعني ده بيتم التنسيق فيما بين وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية ومجلس النواب، عشان يبقى فيه اطلاع من السادة النواب على كل معايير العمل الدولية اللي مطلوب ان مصر دايما تكون بتمتثل اليها. الجميع يعلم ان في حاجة النهاردة بتتكلم دايما على وظائف المستقبل، ان في كثير من الوظائف هتندثر، ووظائف جديدة سوف تكون موجودة على ساحة أو موجودة داخل أسواق العمل. ده بالتأكيد بيخلينا إن إحنا بنعمل على
إطلاق استراتيجية كاملة لوظائف سوق العمل، وطبعاً ده بيشترك معنا فيها أيضاً منظمة العمل الدولية. طبعاً العمالة غير منتظمة أنا يمكن اتكلمت فيها، لكن إحنا مستمرين في مسألة الرعاية الخاصة بالعمالة غير المنتظمة. وأهم حاجة مركزين عليها في هذه الفترة هو قاعدة البيانات الخاصة بالعمالة غير المنتظمة، اللي نقدر من خلالها إن إحنا نقدم خدمة حقيقية لأبنائنا من العمالة غير المنتظمة. وأؤكد أن عمال مصر عازمون على استكمال مسيرة التنمية والمشروعات القومية العملاقة التي لن تكتمل إلا بسواعدهم وعرقهم، كما أؤكد أن مصر باقية وستظل شامخة قوية عصية على ألا تنكسر، لأنها في حماية رب العباد وشعبها الصامد الأبي تحت القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي. بدورهم ألقى عدد من نواب الشعب الضوء على أهم المشكلات التي تواجه قطاع العمل والعمال، مثيرين تساؤلات عن نقاط القصور وكيفية إيجاد حلول لها. سيادتك، احنا لينا مطلب عند سيادة الوزير، لأن هو اتكلم على العمالة غير المنتظمة. احنا بنتعشم من سيادة الوزير ان الحكومة تتقدم بمشروع ومظلة تأمينية للعمالة غير المنتظمة، بحيث ندرج هذه العمالة داخل الاقتصاد الرسمي المصري، لان الناس دي شريحة كبيرة داخل المجتمع المصري. اخيرا الرئيس، بسأل سيادة الوزير على ما تم من اجراءات في التفاوض بتاع عمال شركة الحديد والصلب، خاصة ان السيد وزير قطاع الاعمال كان يوم الخميس الماضي هنا في المجلس وقال ان تم تسليم ملف عمال شركة الحديد والصلب لوزارة القوى العاملة. بعد الاجتماع الذي عقد في جنيف العام الماضي وبحضور سيادتكم وبوفد مصاحب لكم من الاتحاد العام لعمال مصر، تم ادراج مصر بقائمة العمل السوداء لمنظمة العمل الدولية. أرجو من سيادتكم ضرورة العمل الجاد لإخراج مصر من هذا الموقف والمأزق، حتى لا نعاني من هذا الموقف الذي وضعتم فيه مصر. نمرة 2، ملف محلي. عدم وجود عقد عمل مشترك يحتوي على بنود منصفة للعامل المصري، ويكون هذا العقد مبرم بين وزارة القوى العاملة والعامل وأصحاب الأعمال الخاصة. اللي حصل في جائحة الكورونا يا جماعة كلنا شايفينه، قطاع كبير جداً من العاملين في القطاع الخاص تم تسريحه، وبدون موجود أي مظلة من القوى العاملة لحماية هؤلاء العمال. عندنا مشاكل خاصة في لجنة القوى العاملة، منها أهمية التنسيق بين سعادتك كوزارة قوى عاملة والسيد رئيس جهاز التنظيم والإدارة بخصوص عمال التشجير وعمال الصناديق حتى يتم الانتهاء من هذه المشاكل. تحدثت عن في برنامج الحكومة عن الصيادين، أين حماية الصيادين؟ سعادتك ذكرت أن في حماية صحية واجتماعية لهم. احنا عايزين نعمل حاجة بجد من خلال هذا البرلمان لهؤلاء الصيادين. ليه الشباب دلوقتي التوجه بتاعهم بعد تماما عن القطاع الخاص؟ للأسف هنلاقي الإجابة ان لأنهم مش ضامنين الحقوق بتاعتهم بسبب العقود. فللأسف احنا بنطلب من سيادتك النظر في هذا الموضوع. نقطة تانية، بنشوف حضرتك مكاتب التفتيش منتشرة في كل حتة وموجود فيها المفتشين، ولكن للأسف المفتشين ما بيروحوش يدوروا ويفتشوا في مكاتب القطاع الخاص. ليه سؤال عند حضرتك، هل عند وضع استراتيجية وزارة القوى العاملة هتأخذ في اعتبارها الدراسة من خلال وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والتنسيق بين الوزارات والاستهداف وتقليل البطالة في مصر؟ وكنت حابة أعرف إيه هي توجيهات وأولويات الوزارة في حقوق العمال المصرحة بعد غلق المؤسسات التي يعملون بها، مثال شركة الحديد والصلب. بالنسبة لتعيين ذوي الاحتياجات الخاصة، لم يتم تعيين الحكومة من 98، وبالنسبة للقطاع الخاص يتم استغلالهم
ويتم تعيينهم بشكل مش فعلي بطاقات ورقية وبتتثبت في التأمينات، وأحياناً يقبضوا مرتباتهم أو ما يقبضوش، يعني نسبة على ورق بس، مفيش تشغيل لنسبة العمالة بنسبة ذوي الاحتياجات الخاصة 5% بالقطاع الخاص. عايزين نعرف مصير شركة فيستيا بإسكندرية، مصير 550 عامل ما قبضوش مرتباتهم بقالهم 3 شهور لحد وقتنا هذا. رئيس مجلس الإدارة بيقول لهم معلش أصل الشركة هتتهد، أصل إحنا هنبنيها منطقة سكنية. مشكلتهم إن الشركة في منطقة راقية. بيقول لعامل مستني راتبه كل آخر شهر أصل إحنا هنهدها. يا معالي الوزير هنهد قلعة صناعية مصرية عشان نبني مكانها مباني سكنية؟ هل القرار ده مدروس ولا الراجل ده بيتكلم بشكل منفرد؟ هل عند حضرتك علم بهذا القرار يا معالي الوزير؟ والأمر الغريب والعجيب إن 550 عامل قالوا لهم هنحولكم على شركة ستيا. إذا كان شركة ستيا أصلاً عمالهم بيتحصلوا على رواتبهم بالعافية، يبقى منين هنزود الكثافة دي ونقدر نقبضهم؟ ملتقيات التوظيف اللي الوزارة متبنياها على أساس إن هي فرصة لإيجاد فرص عمل للشباب، أنا شايف يا معالي الوزير إن تلك الملتقيات تحولت إلى دعاية للشركات لا أكثر ولا أقل. وبالرغم من ذلك حتى لو تم تعيين أي أو عدد من الشباب، اللي بيتم تعيينهم بيستمر شهر أو شهر ونص. وحضرتك بنشوف في تصريحات كتيرة بتصدر عن معاليك وعن الوزارة عن مرتبات وعن الفرص، أنا شايف إن التصريحات ديت لا المرتبات دي موجودة ولا الفرص دي موجودة. نرجو معاليك إن يتم متابعة تلك الأمور والفرص اللي بيتم توفيرها للشباب يتم متابعتها. وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم أكدت أن هدف الوزارة هو ربط المصريين في المهجر مع وطنهم الأم من خلال عدة برامج يجري تنفيذها بالتنسيق بين الوزارة والجهات الدولية. وأشارت في كلمتها أمام مجلس النواب إلى أن الوزارة تقدم خدمتها لأكثر من 10 ملايين مصري مقيمين في الخارج. وأشارت الوزيرة كذلك إلى تصميم استمارة نورت بلدك جمع المعلومات الكافية عن العائدين من الخارج في ظل تصدي الدولة لفيروس كورونا. كان لابد إن إحنا نتعرف على شرائح المصريين في الخارج، والحقيقة إنه طبقاً لجهاز التعبئة والعامة والإحصاء إحنا عندنا مسجل 10 مليون مصري في الخارج، وبؤكد على كلمة مسجل لأنه 10 مليون أو هذا العدد لا يعكس الرقم الحقيقي للمصريين في الخارج، لأنه هذا العدد هو العدد اللي سجل بياناته في سفاراتنا وقنصلياتنا في الخارج. كده واضح؟ إنما 10 مليون دول الحقيقة موزعين في كل أنحاء العالم، شرائح كثيرة جداً زي ما قلت لحضراتكم. بالتأكيد بنتعامل مع كل هذه الشرائح، شرائح العمالة البسيطة في منطقة الخليج، شريحة المرأة المهاجرة، شريحة الجيل الثاني والثالث من المصريين في الخارج، حتى شريحة المهاجر غير الشرعي، وأيضاً وبالتأكيد شريحة الخبراء والعلماء والأساتذة والعقول المهاجرة للمصريين في الخارج. والحقيقة كان دايماً المصري في الخارج بيرى إن الدولة لا تنظر له، أو إن هو مش موجود على خريطة الدولة المصرية. إنما الحقيقة قرار السيد الرئيس بعودة وزارة الهجرة مرة أخرى إلى الحكومة المصرية ده قرار من شأنه خلى المواطن المصري يلتفت إنه الدولة المصرية بتبص لهذا المواطن المصري في الخارج، وإن القيادة السياسية رجعت هذه الوزارة لهذا المواطن في الخارج. هذه الوزارة مش راجعة إن هي تكون وزارة شرفية، ولكن هي تكليف القيادة السياسية إنه هذه الوزارة جاية تلبي احتياجات المصريين في الخارج، وأيضاً تتواصل معهم للاستفادة من خبرتهم.
يمكن في بداية عملي كوزيرة الكثير من الأحداث الفردية اللي حصلت لعمالنا في منطقة الخليج، وكانت أحداث الحقيقة بتهز الرأي العام، لأن كان فيها ما يمس الكرامة المصرية لهذا العامل البسيط في منطقة الخليج. الحقيقة كانت تحرك فوري وسريع من وزارة الهجرة، إنه الوزارة ما بعتتش وكيل وزارة، ما بعتتش مدير المكتب، الوزيرة نفسها سافرت علشان تقف جنب المواطن المصري وتعطي رسالة الدولة إنه هذه الوزارة جاية عشان كرامة المصري في الخارج، وأيضاً علشان توري المصري إن الدولة واقفة في ظهرك لما يحصل لك مشكلة في الخارج. وزارة الهجرة على إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بإطلاق أجازات المصريين في الخارج، والحقيقة ده أخذ شغل كتير جداً من وزارة الهجرة بالتعاون مع الوزارات المعنية عشان نقدر نساعد هذا المصري ونقول له كمل في الخارج. وواقع الحقيقة صدور هذا القرار كان له مردود كبير جداً على المصريين اللي جهة العمل لهم تنزلوا دلوقتي، كانت رسالة أخرى لتلبية احتياجات المصريين في الخارج. أزمة العالقين دي طبعاً تكليفات القيادة السياسية، ودي الحقيقة لابد أن احنا نثمن على قرار القيادة السياسية اللي قال مفيش مصري في الخارج هيبقى عايز يرجع بلده وحنقفل الباب، برغم كل التحديات اللي الدولة كانت بتقابلها، برغم كل الصعاب، جائحة جديدة، فيروس جديد، كان ممكن جداً زي أي دولة أخرى الدولة تغلق بابها، وفي دول أغلقت أبوابها وقالت للمواطنين خليكوا عندكم، إحنا ما عندناش استعداد دلوقتي إن إحنا ناخدكم. إنما الحقيقة قرار القيادة السياسية وتكليف الحكومة المصرية بعودة العالقين ده كان له واقع إيجابي جداً وكان نجاح للدولة كلها. إنما علشان نشتغل تصاريح هبوط الطيارات، أعداد المصريين في الخارج، من هو العالق؟ مصطلح العالق كان جديد على المجتمع المصري، إزاي نعرف العالق؟ عشان كده وزارة الهجرة قدمت في هذه اللجنة تفسير لمن هو العالق. العالق هو اللي سافر يحضر اجتماع، هو اللي راح رحلة سياحية، حتى اللي راح رحلة شهر عسل، حتى الطالب اللي هو بيدرس في الخارج واتقفلت الجامعة بتاعته واتقفلت المدن الجامعية، الولاد دي هتعمل ايه؟ بعد ما تم تعريف العالق او مصطلح العالق الجديد تماما على المجتمع المصري، ابتدت السفارات والقنصليات تسجل كل العالقين بيقولوا ببياناتهم، عشان اول لما المطارات او خطوط الطيران، الحقيقة معالي وزير الطيران عمل جهد كبير جدا في تصاريح هبوط الطائرات في المطارات اللي بنتفاوض معاها، كل ده كان شغل كبير جدا نجحت فيه الدولة. الحقيقة أزمة جائحة كورونا دي مش حاجة ثابتة، احنا كل يوم في تطور، وكل يوم في مطار بيقفل، وكل يوم في استغاثات من دولة، وكل يوم في عدد زيادة وطالبات زيادة، فكنا الحقيقة بنتجاوب مع كل تطور في أزمة العالقين. طيب رجعنا العالقين هنعمل ايه؟ خاصة برجع للفئة من العمالة البسيطة اللي رجعلنا من الدول العربية، في ناس قررت وفي ناس الحقيقة تم إبلاغ ان هم هيسيبوا شغلهم، هنعمل ايه في الناس دي؟ هل احنا هنتعامل مع أزمة العالقين بس ونكتفي ان هم رجعوا والموضوع انتهى، ولا لازم احنا كدولة نوري ان احنا لأ، يد الدولة معاك حتى لما انت ترجع، لازم نشوف انت محتاج ايه؟ عشان كده وزارة الهجرة مع وزارة التخطيط صمموا استمارة اسمها نورت بلدك. استمارة نورت بلدك دي أنا مش عايزة إن أنا أتعامل مع المواطن اللي رجع لي من الخارج كرقم، ولكن أنا عايزة أعرفه كبيان، هو مين وجاي من أني محافظة وصنعته إيه، نجار، سباك، بيشتغل إيه كان في الخارج، وراجع هو لوحده ولا راجع معاه أفراد أسرته. البيانات دي كلها أنا وزميلتي العزيزة معالي الوزيرة هلا سعيد وزيرة التخطيط عملنا سويا وصممنا استمارة نورت بلدك. استمارة نورت بلدك عملنا فيها إيه؟ حطيناها الحقيقة في كل الأماكن اللي كان فيها حجر صحي، حطيناها في الطيارات، حطيناها على الإنترنت
عشان اي عامل مصري عايز ان هو يجد فرصة العمل بتاعته او ان الدولة تساعده في مشروع صغير هيبتدي، لانه الحقيقة الشرايح اللي جاية لنا في ناس عايزة وظيفة تشتغل، وفي ناس عايزة والله راجعة بمدخراتها وعايزة ان هي يعني تبتدي في مشروع صغير. عشان كده يمكن اللي متابع كان حصل توقيع بروتوكول يمكن الأسبوع اللي قبل اللي فات ما بين وزارة الهجرة، وزارة التخطيط، وزارة التجارة والصناعة، عشان من خلال أيضاً جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة نقدر بكل البيانات اللي جات لنا وبتحليلها وبالمحافظات اللي هم راجعين منها، عندنا الكثير من المحافظات، نقدر إن احنا نلبي احتياجات هذا العامل البسيط اللي راجع وعايز يبتدي إذا كان مشروع أو عايز إن هو يجد وظيفة. استمارة نورت بلدك ما زالت مستمرة، وما زالت الثلاث وزارات بتشتغل عليها، عشان زي ما قلت لحضراتكم الرسالة القوية. أعضاء مجلس النواب عقبوا على كلمة وزيرة الدولة للهجرة من خلال عدة مداخلات. طلبي الوحيد أنه يستخدم مواطني مصر، زي ما وزارة الهجرة بتقدم لهم خدمات، إحنا كمصريين عايزين منهم خدمة. إحنا عايزين سفراء ثقافيين لمصر، عندنا 14 مليون مصري بالخارج، إحنا محتاجين نستخدم الـ 14 مليون كسفراء ثقافيين لمصر. هشارك حضرتك بس معلومة أنه الهيئة العامة للاستعلامات ليها دور في الترويج لمصر في الخارج، ميزانيتها 250 مليون جنيه للدعاية. وزارة السياحة بتتعاقد مع شركات سياحية عالمية بتدفع ملايين الجنيهات. إحنا عندنا 14 مليون مصري في الخارج، الطلب اللي بنطلبه من الوزارة إنه تكون منصة وزارة الهجرة عليها مواد باللغة الإنجليزية يسهل على الـ 14 مليون دول إنهم يستخدموها، لا هم هيدوروا في مواقع وزارة السياحة ولا هم هيدوروا إحنا بنعمل إيه في البرلمان، هم مش بتوصل لهم معلومات عن مصر. زي ما أنت قلت حضرتك قاعدة البيانات، قاعدة البيانات طبعاً لغاية النهاردة ما فيش قاعدة بيانات، وكان المفروض من أول ما أنت تبوأت الوزارة يبقى فيه قاعدة بيانات موجودة. قانون العاملين بالمصريين بالخارج والصناديق زي ما انت قلت حضرتك، كان المفروض النهارده ايه سنه ونص يعني ليه؟ هو اختراع جديد ان انت بتعملي قانون للمصريين بالخارج ولا يقدم لحياه؟ المفروض اول ما حضرتك تتبوأي المكان دهوت المفروض يبقى فيه بنيه تشريعيه علشان تقدميها للمصريين بالخارج. المصريين في الخارج الحقيقه هم في امس الحاجه. انت حضرتك قلتي ان موجود 10 مليون، لا التقديرات اللي فيه اعلى من كده، فيها 14 و15 مليون. انا كنت رئيس جمعيه مستثمرين، للاسف انت ما كلمتيش على موضوع جمعيات المستثمرين او الجمعيات المصريين بالخارج او بشكل او باخر في هذا القانون. انت قلتي مادتين او ثلاثه بالقانون وما كملتيش بقيه القانون. احنا في امس الحاجه ان نقدم فعلا صوره محترمه، صوره للوضع النهارده اللي احنا عايشين فيه، في حلم، احنا عايشين في حلم مش موجود النهارده على المنطقه بتاعتنا لا العربيه ولا الافريقيه. في مجموعه في كل دوله من ابناء مصر لماذا لا يتم استخدامهم دعائيا لصالح مصر؟ بمعنى الناس دي ليه ما بيكونوش يعني نوع من انواع الاستخدام الدبلوماسي او السياسي، انهم ازاي يكون لهم دور في شرح الانجازات المصريه، في شرح الواقع المصري، في شرح محاربة مصر للإرهاب، الدور اللي قامت به خلال الفترات الطويلة اللي فاتت، اللي هو أحياناً كلنا بنشعر إن الواقع ده مش موجود بره أو بيتم شرحه بره بشكل حقيقي، وللدول الخارجية بشكل حقيقي بنفاجأ أحياناً ببيانات من منظمات وهمية وكيانات مأجورة ومنظمات عالمية لها من يحركها لتوجهات سياسية معينة. أين دور سفراء مصر من العلماء والأطباء والمهندسين والرياضيين وإلى غيرهم في الدعاية للسياسة والإنجازات المصرية؟ نتطرق لنقطة هامة جدا ألا وهي رؤساء الجاليات المصرية في الخارج، وتقدمتي عام 2018 بمشروع تنظيم رؤساء الجاليات المصرية في الخارج، ولكن أنا من وجهة نظري إن هي ده شيء كارثي. بمعنى لما يكون في شيء موازي للسفارات المصرية في الخارج اللي هي رسمية ونخلق كيان غير رسمي، فبدلا ما نعمل على لم شمل المصريين في الخارج أصبح هناك فرقة تفرقة ما بين المصريين في الخارج. وذكرتي
مثال على ذلك. فبدأ التخوين وكل مصري في الخارج يدعي الوطنية أكثر من غيره ويدعي أن هو أكثر يعني يحمي المصريين وأكثر محبا أكثر من غيره. فبدل ما إحنا نحل المشكلة أصبحنا خلقنا مشكلة. فأنا من وجهة نظري فكرة رؤساء الجاليات المصرية في الخارج كارثية لو تم تطبيقها. ولكن هناك حل. إحنا عندنا already خلاص بالفعل في سفارات في الخارج هي مختصة بحماية المصريين ومصالحهم. ليه ما يكونش في موظف مختص هناك برعاية المصريين في الخارج؟ وبدل ما حضرتك مثلا تسافري كل فترة يكون هو الراعي لحمايتهم وتقديم المشكورة لهم سواء من ناحية قانونية استشارة اقتراح يكون داخل السفارة وليس شيء موازي للسفارة. أنا عايز أتكلم على أن المصريين في الخارج بقوا هم دلوقتي أكبر مصدر للعملة الصعبة بتيجي لمصر. إحنا عايزين نزود هذا المصدر وننميه زيادة. الكلام ده هيتم عن طريق عدة أمور هنعملها وهنساعد بعض فيها. أول حاجة القانون بتاع الهجرة اللي لازم كنا نعمله. تاني حاجة لازم نرتب للصندوق بتاع رعاية المصريين في الخارج. وتالت حاجة عايزين لو أمكن نعمل إدارة للأزمات والكوارث تبقى موجودة وجاهزة مدربة ومجهزة علشان ما نفاجأش في أي مشكلة إن إحنا عندنا لسه محتاجين ترتيبات أو محتاجين نعمل أي أمور صعبة علينا في الوقت في وقتها. يعني أرجو كمان إن إحنا نخلي قاعدة البيانات إلزامية. إحنا مش عارفين المصريين في الخارج. أولاً التسجيل في السفارات مجاني. إحنا مش عارفين المصريين في الخارج. ناس بتقول 10 مليون وناس بتقول 14 مليون وناس بتقول 12 مليون. أنا عايز معالي الوزيرة تشوف لنا حل في إن مفيش مصري تصدر له إقامة في أي بلد إلا بموجب تقديم خطاب من السفارة يثبت تسجيله هناك. وعايز الإحصاء ده يتعمل إحصاء عددي وإحصاء نوعي عشان أبقى عارف الموجودين دول عددهم كام وأنواعهم إيه علشان لما أحب أستفيد منهم مرة أو أكتر في أي حاجة. وهكذا تتواصل جلسات مجلس النواب لمناقشة برامج الوزراء في إطار الدور الرقابي للمجلس.